بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نكمل في DNA بيولوجي نتكلم على types of uh, RNA. We have 3 types of RNA. Number 1 ribosomal RNA, rRNA. Number 2 messenger RNA, mRNA. And number 3 transfer RNA, tRNA, sometimes called translate TRNA, translate or transfer RNA. Number 1 ريبوسومال ار ان اي اللي ار ان اي which is formed of يعني تكون من جزء من a DNA template DNA template موجود DNA جزء يعني in the nucleus يبقى هو بتكون من DNA جزء من DNA موجود فين في النيوكليولس طيب uh, join uh, with the protein اللي هو ال RRNA اللي اي ده مع بروتين اللي هو made in the مصنوع في السيتوبلازم to form the subunits of the ribosome يعني يبقى rRNA مع البروتين يديك مع بعض كده وحدات ويديك في الآخر الريبوسوم يبقى بيتكون فين؟ بيتكون في دي ان اي في النيوكليولس الوظيفه بتاعته ان هو بيتحد مع بروتين عشان يديلك subunits يونيتس اوف

مصنع تكوين البروتينات اللي موجود في السيتوبلازم يبقى كارثة جينيتيك انفورميشن اللي هو المسج الرسالة from the DNA اللي فيها DNA instructions فيها توجهات ال DNA to the ribosomes in the سيتوبلازم where the protein synthesis occurs حيث يحول الشفرة دي إلى بروتينات. الثيرد تايب which is the tRNA, transfer RNA, format of DNA template also, like the mRNA found in the nucleus, and transfer amino acid. This is a function of the tRNA, transfer amino acid bin el al aminiya to the ribosomes, where amino acid are joined together to synthesize the protein, عشان يبدأ يعمل اتحاد الأحماض الأمينية مع بعضها عشان يديك البروتين ويبني البروتين. طيب طالما ان انا بنقل الامينو اسيد I have at least 20 tRNAs in the cell ليه انا عندي 20 tRNA in the cell لان انا عندي 20 امينو اسيد in the cell طالما انا عندي 20 امينو اسيد في الخليه يبقى at least على الاقل لازم يكون عندي كام 20 tRNAs Uh, 20 يعني transfer RNA في الخلية. A tRNA

bottom loop and has a three bases or three nucleotides عندها ثلاث نوكليتيدات أو ثلاث قواعد بيعرفوا بتقول عليهم recognize as a يعرفوا بـ اسمهم anti codon يبقى ال UCA مثلا لفوق دول دول عبارة عن ال anti codon دول ثلاث نوكليتيدات أو ثلاث قواعد موجودين في ال bottom loop This anticodon complement with the codon. الكودون اذ ذا also 3 نيوكليوتيدز او 3 بيزز فاوند ان ذا ام يبقى لو انت عندك ثلاث قواعد موجودين في التي ار ان اي يسموهم انتيكودون لو موجودين في الام ار ان اي سموه الكودون ذير از ا كومبلمنت بين ذم لازم يحصل فيه تكامل ما بين الاثنين عشان يبقى الانتكودون ده هو اللي بيفسر او بيترجم الكودون دي U A, C, G, A, U so this anticodon for this codon so this is the correct amino acid in the correct position and in the correct uh, order and uh, time so the other end is in the tRNA as you see we like, and no, three loops the uh, most important loop is the bottom loop which has anticodon and the other end in the other اللي هي <hesitation> أبروشيت أمينو أسيد أبروشيت أمينو أسيد مينز حامض أميني ملائم ملائم لمين لل MRNA كودن لأن كل كودن بتنقل أمينو أسيد أو بتساعد في وجود أمينو أسيد بعينه بالموجود فإذا حصل تكامل ما بين الأنتي كودن والكودن يبقى this is أمينو أسيد this is the correct أمينو أسيد which uh, <hesitation> الترانسفير ار ان اي ترانسليت يعني مكتوب عليه ترانسليت ار ان اي بيترجم هو المترجم ليه؟ لان هو اللي بيجي يقرا المسج يقرا الكودون الكودونات المختلفه عندك هنا كودونات كتيره يجي بقى تي ار ان اي يبدا يشوف يعمل ماتش ما بين الايه؟ الانتي كودون والكودون لو حصل them, like لو حصل ماتشنج بتوين ذيم لايك البازلز كده لو حصل ماتشنج ما بين الانتي كودون والكودون سو ذيس از ذا كوريكت امينو اسيد So tRNA, transfer RNA, transfer amino acid or translate the message bringing a specific amino acid into the correct position ده معنى الترجمة لما أقولك معنى الترجمة translation هو إيه إن tRNA bring a specific amino acid حامض أميني محدد مش أي حامض أميني to the correct position للمكان الصح on the ground protein chain في البروتين اللي هيتكون ده طيب هاز انت قلنا ليه عباره عن جروب اوف نيوكليوتيدز اوف تي ار ان اي ريكوجنايز اللي هي بتتعرف على الام ار ان اي كودون يبقى انا عندي ده ام ار ان اي ده يسموه كودون وده تي ار ان اي اللي بسموه الاند كودون اليو مع الاي الاي مع اليو سي مع الجي يبقى ده كومبلمنت مع ده يبقى ده آه الكوريكت امينو اسيد ان ذا كوريكت بوزيشن ان ذا جروينج بروتين تشين has another end اللي هو زي ما قلنا ال ال attachment site for the amino acid يبقى ده ال anticodon codon base pairing يحصل تكامل زي ما قلت او ازدواج ما بين الكودون والانتيكودون هذا الانتيكودون موجود ده بالشكل ده يعني ده بالشكل ده عباره عن ايه؟ عباره عن تي ار ان اي الام ار ان اي اللي هو اللي بيحمل المسج في الكودونز موجود داخل مصنع تكوين البروتينات اللي هو الريبوزوم يجي الانتيكودون الموجود في تي ار ان اي ويعمل عمليه ماتش ما بين الكودون والانتيكودون اذا حصل ماتش ما بين الانتيكودون والكودون يبقى this is the correct amino acid in the correct position and this mean uh, of translation السلام عليكم ورحمه الله وبركاته